السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنوريكم واحد الطريقة أن هذوك الكلاب الصغيرة بحال هذا النوع هذا سبحان الله ما بين الرقبة ديالو والرأس كتبقى تحك شوية بشوية كينوم وكينعس يأخذون نوما عميقا كما يقولون باللغة العربية كيصافي كيمشي وكتستمر بهذه الطريقة هذه كتستمر واحد المدة ديال واحد نص دقيقة هكاك صافي ميعاودش يفيق صافي تهنى عليه. ولكن من بعد ما ياكل ويشرب المسائل ديالو بغيتي تنعسو ولا بغيتي دير شي حاجة وتي شي بقى برصدك شدو ودير له الطريقة هذه باليد اللي كتشوف على الطريقة هذه هكا 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 حتى كينعس. وسبحان الله ما هادو سهلين حتى في التربية وما كتلقاش معاهم لا مشكل لا حتى في اي حاجة لا في التربية ولا في الماكلة ديالهم ولا في كل شيء سبحان الله. واللي عنده بحال هاد النوع هذا راه غيكون عارف هاد الشيء. وشكرا نتمنى الفيديو يعجبكم ودعمونا بلايك الا بغيتو تهلاو فراسكم الجديد ان شاء الله.